وللحديث عن استمرار الانتهاكات ضد السكان في الأحواز من قبل السلطات الإيرانية ينضم معنا عبر سكايب من ستوكهولم المحلل السياسي طاهر الأحوازي. أهلا ومرحبا بك أستاذ طاهر. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. حياكم الله. شاب أحوازي يقتل وآخرون يجرحون برصاص قوات الأمن الإيرانية، ما المبرر لهذا القمع المستخدم من قبل القوات الإيرانية أو من قبل طهران ضد المتظاهرين؟ بعد السلام مجددا. بالطبع عندما نتابع احتجاجات ومظاهرات والحراك الشعبي الرافض لوجود الاحتلال الإيراني وبالمقابل التخوف الإيراني من هذا الحراك السلمي للمطالبات الشرعية والقانونية لشعبنا، نرى أن سلطات الاحتلال الإيرانية تواجه شعبنا بالحديد والنار، وحقيقة بدون أي مبرر، بدون أي يعني حجة ملموسة، هي يعني تقوم بهذا العمل من أجل ترهيب أبناء شعبنا، وحقيقة يعني الضغوط عليهم حتى يتركوا قضية مطالبهم الشرعية. ولكن شعبنا يعني جربه المحتل الفارسي منذ 100 عام وهو يضحي والقرابين من أجل وطنه ومن أجل حقوقه الوطنية والإنسانية، يعني لا يتراجع عن هذا. أنا بس إذا تسمح لي، خلال هذا الشهر حصلت 6 شهداء لدينا في شوارع الأحواز، منها بالحدائق ومنها بالشوارع، ومنهم من محتفلين بعيد ميلادهم، وأنا الأسماء أمامي إذا تسمح لي أقل من دقيقة أقرأ لكم هذه القائمة من الأسماء من الشهداء. وأولهم سجاد الصرخي 19 عاما، أمين دلفي، علي كعبي بيات، نعم سجاد الكعبي، إسماعيل الكعبي، وهذول يعني 6 نفرات، يعني 6 أشخاص قتلوا بالرصاص الحي بدون أي ذنب، بدون يعني عندما أبناء مدينة السوس في حديقة العامة يقومون بعيد ميلاد الشاب، تقوم الشرطة والقوات الأمنية للاحتلال الإيراني وتطلق عليه الرصاص الحي، هو وزملائه، يقتل الشهيد وأخوه الثاني أو صديقه ينقل المستشفى وأيضا يقتل هناك. طبعا الاحتلال الإيراني هي سياسة عنصرية وتعامل شعبنا والشعوب العربية، ما نشهده في العراق الشقيق أو في سوريا أو أماكن أخرى، طيب، بالواقع نفس الذي يحصل على طهر. اليوم التظاهرات في الأحواز لم تقتصر على الأحواز العربية فقط، بل تجاوزت إلى العديد من المدن الإيرانية، ماذا يعني ذلك؟ حقيقة طبعا بالنسبة للظروف المأساوية وخاصة عند الشعوب الغير فارسية، يعني والفارسية نفسها، الشعب الفارسي نفسه، الظروف الاقتصادية، قضايا القمع العام، الحرمان السياسي، العمل الثقافي، كل هذا بالواقع ما يحصل في جغرافية ما تسمى إيران الآن لقمة العيش مفقودة. ومع الأسف هذه الأموال من ثروات شعبنا العربي الأحوازي أو الشعوب الأخرى المحتلة تنقل للميليشيات الإرهابية في كافة العالم. طبعا الإرهاب الإيراني لا يقتصر على أقطارنا العربية العواصم والبلدان الخمسة المحتلة، بل وصلت إلى أوروبا. الشعوب الآن حقيقة لم تقف يوما من الاحتجاجات والمسيرات، ونراها في الأحواز المحتلة أو تبريز عاصمة أتراك أذربيجان أو حتى بلاد فارس نفسها والبلوش وغيرهم. آخر كلمة، ظروف الاقتصادية صعبة، الأمنية صعبة، السجون مختلطة بالسجناء. أنا أسير أحوازي قبل 4 سنين 5 سنين خرجت من السجن، والله كما يعني تراوي الأفلام والفيديوهات، يعني السجون الناس بالفارس يسمونه كتابي، يعني واحد بجنب الثاني بحضن الثاني نومون. هيك هذا السجون. الشعوب ضايجة من هذا النظام حقيقة الذي سحق كل مبادئ. فشل السلطات الإيرانية في تطويق تداعيات الأزمة الاقتصادية، إلى أي مدى يرتبط بالفساد الحاصل في النظام الإيراني وليس بالمجمل بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه؟ بالطبع يعني احنا اكيد اشكرك على هذا السؤال، يعني
الحصار القائم الآن هو الاحتلال الإيراني، وقادته يوم قبل يومين أحد قادتهم ذهب إلى بشار الأسد والحكومة السورية أن يوجهه كيف يخرج من هذا الحصار أو يعطيه السبل للخروج من الحصار. يعني النفط الآن هم مئات الآلاف من البراميل، بل الملايين من البراميل يهربونها ولمصارفهم الشخصية وإرهابهم. بالواقع قضية شمخاني يوم أمس ألقوا القبض على سفينة من سفنه وهو لديه 50 سفينة للتجارة ونقل النفط. فبالواقع الاقتصاد أو الحصار أي تأثير مباشر على الداخل الإيراني، ما علي أنه إيران والدولة ما تسمى إيران، إذا اسمح لي أقل من دقيقة، أرض واسعة وكل الإمكانات فيها، ولكن السلطة تنهب هذه الثروات وتنقلها لإرهابها وحساباتهم الشخصية. خامنئي نفسه لديه في حسابه الخاص 200 مليار دولار، 200 مليار دولار أستاذ. نعم. ماذا عن القضاء في إيران؟ يعني أين هو من الاعتقالات التعسفية والإعدامات والقتل خارج القانون الذي تقوم به السلطات الأمنية والحرس الثوري الإيراني؟ ما في شيء أستاذنا، ما في شيء. هناك مؤسسة مستقلة. أولا بالنسبة أنا أعلن لمشاهديكم الكرام، نفس رئيسي هو كان مسؤول القضاء الإيراني، وهو مسؤول عن مذابح تمت في جغرافية ما تسمى إيران، وهناك تقارير رسمية أعلنت عنها وبالفضائيات. 37 ألف قتل رئيسي وجماعته بالمحاكم المعروفة بغرف الموت. لا أكو مؤسسة. أنا امبارح كنت عبر التواصل الاجتماعي يعني أتابع حديث ظريف رئيس وزير الخارجية السابق الإيراني، يقول كل هذه المؤسسات ليس لها دور، ودورها هو بيد الحرس الثوري على عهد قاسم المقبور، وهو ما يعني مسؤول عنه خامنئي بشكل مباشر. لا مؤسسة ولا سلطة يعني موجودة مستقلة غير سلطة خامنئي وسلطة ولاية الفقيه الذي يقودها خامنئي وجماعته ولديهم مكتب خاص. أستاذنا الكريم، لا قضاء موجود، وحقيقة القضاء هو شريك بقتل الشعوب الموجودة حقيقة، وقادته أيديهم ملطخة بالدماء. ونحن كلنا نعلم رئيسي الآن يعني دوليا هو مطلوب للمحاكمة بسبب الجرائم التي حصلت في نهاية الثمانينات من القرن الماضي. أمام هذه الانتهاكات للحرس الثوري الإيراني وتجاوز خطره داخل إيران وتعدى إلى دول جوار إيران، إلى أي مدى بات وجود موقف عربي مؤثر أمر لازم؟ هذا طبعا احنا بالنسبه لنا كشعوب دائما نطالب، شعوبنا المضطهده، شعوبنا المحتله الان اصبحنا، وكثير من دولنا اصبح قرارها السياسي ليس بيد من يدعون انهم يحكمون هذا البلد او تلك البلد. من الضروري اليوم، من الضروري اصبح، وعلى دولنا وحكامنا، ويعني حقيقه ان كان الان هم في يعني خارج سيطرة إيران مثل الأنظمة المعروفة أو الحكومات الحمد لله المستقلة كانت خليجية أو مصر العروبة أو غيرها، عليها أن تتخذ الموقف الصحيح من أجل حماية ما سلمه لهم المجتمع العربي. يعني الحكام، حكامنا بالوطن العربي، هم يعتبرون مسؤولين عن شعوبهم وعن أوطانهم، عليهم الآن أن يواجهوا المشروع الإيراني الذي اليوم ليس هناك قطر من أقطار العربية أصبح بأمان. وخاصة الآن نحن نرى الأحواز، العراق، سوريا، اليمن، لبنان تحت الاحتلال، وهم اليوم يقصفون المملكة العربية السعودية والإمارات ويهددون المغرب العربي إن كان في مصر أو غير مصر. فعلى الموقف وخاصة جامعة الدول العربية أن تتخذ موقفا، وتطالب الدول العربية أن تأخذ موقفا لمواجهة هذه الدولة المارقة حقيقة الحاقدة على العرب والمسلمين. أستاذ المحلل السياسي طاهر الأحوازي، كنت معنا عبر سكايب من ستوكهولم، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.